السلام عليكم حباب ديالنا، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين. نتمنى بلا تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. كما دابا كتشوفوا جينا تطوان، جينا عند خالتي، كنا توحشناهم. المهم هناك كاينه فاطمه كتكسي الوجدان، وجاتنا جات من كازا هي وليداتها. المهم كوثر بانت معنا خاوله، مازال على الطلعه حشمان واحد شويه. ايوا هادشي اللي كاين، خليكم دائما علي. والسلام عليكم، وكي دايرين الحباب؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال ان شاء الله. شكرا لكم بزاف على الجيمات ديالكم، على التعليق ديالكم الايجابيه اللي ديما كتحفزونا بها. كنشكركم بزاف بزاف من القلب، احنا كنحبوكم بزاف لا كما كتحبونا نتوما، لا خطاكم علينا. كما كتشوفونا احنا في المدينه مع الوالدين، الحمد لله جينا شفنا الوالدين. مع الوالده كانت عيانه واحد شويه، ولكن تصورو غا شافتني رجعت بخير. قال لك يا سيدي الوالده كنت هضرت مع احسان اختي، كنحيوها احسان اللي كتصورنا دابا، قالت لي ما عيان واحد شويه الوصال الله ضروري غنمشيو باش نطلع على الوالده. الله يرضى عليكم. ولا يعني الانسان الدنيا هي هذه، ما عندك ما تعرف. الله يرضى عليكم. اي والله لما قريب اييه جينا وصلنا وصلنا الحبه في خرجنا من تما مور المغرب بالليل، وصلنا لهنا مع 12 ولا 12 ونص في هذا، والحمد لله تصور وعملي شافني ما رجعت بحال الغوله، بحال ما الغوله. رجعت مخيره بخير، هاد البلاصه تلاقاتي بالدراع كطحي وكذا نشاط، وعم نقفني في الشارع. انا خلعته، انا الخلعه نجت ما نساهاش. الحمد لله. ولكن تصوروا انا يما شفتني رجعت بخير الحمد لله، وانا طحت انا مرض. جينا احنا البارح بالليل اقسم بالله الا طحت مرض قيل مدقديق، في واحد النمل طالع فيا النمل. كل فجرة تصوروا ما كليتش، هاي ما سولوها، هاي كنقول لكم والله ما كليت. والله المشاهدين ما كليت. والله الا قايل هادي هي الحمد لله رجعت بخير، انا مرض ولكن الحمد لله خصنا عين ما تكون بخير وعلى خير. واخا المرض انا باقي صغير وكنتحمل، وباقي الناس في المزيان هما مساكن ملي كيمرضوا كيأثر عليهم المرض بزاف. هما صباح صباح تعاملوا مع هذوك هذوك. حيت المناعه ديالو ماشي هي ديالنا حنا. وكنشكركم الحباب بزاف، وليلة خطيكم ربي يحفظكم ويحفظ لكم الوالدين ديالكم والامهات اللي كيتفرجوا فينا ومتبعينا. الله يطول في عمركم ويخليكم ربي فوق راسنا، والله يخليكم الصحيحه ديالكم هادشي اللي كاين، وخليكم مع الام ديالي اللي تهضر معكم واحد شويه. السلام عليكم الحبايب المشاهدين ديالنا، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ بخير، نحبكم تكونوا على خير وبخير وصحه جيده ان شاء الله، وطول العمر ان شاء الله، ومبروك العواشر علينا وعليكم. وكيف انتم؟ لاباس عليكم؟ ومرحبا بكم الجاليه المغربيه ديالنا، جماعة احبابه، ووصل على سلامته والباقي ما جا الله يوصلوا على خير ويعيدوا بالصحه والهنا ان شاء الله. وحنا كنحبكم وكنبغيكم من القلب، وزديتنا افراحنا لكم ما يطلق لكم سن. الله ينصرو ويعطي صحته ويوقف معاه ما يطلق لكم، وجيتوا لعند احبابكم وتشوفوا ولادكم ودحيوا سنه الرحم مع والديكم ومع ولادكم ومع احبابكم ومع جميع الامه محمد كامله. ايوا شباب، الله يكثر خيركم. الله عليك ما تذكرت هذه القضيه الجاليه. هذيك اللي تفكرها هي الاوليه كمسكينه، هذه عامين. كانوا مسكينه عامين مرا مكه، خرجوا من حبابهم. خرجوا من حبابهم مساكين. ولنوا هنا يبكي ولنوا تما يبكي، ودابا الله تعالى وتبارك سيدنا الله ينصروا اطلق لهم وغادي يعني عليهم. الثمن هبطوا في الثمن، كانوا طلعوا لهم الشركات واحد الثمن خيالي بزاف. والخاف عليهم كانوا حتى من خيالي مساكين، والخاف عليهم وجاو يشوفوا حبابهم ويشوفوا بلادهم. ومساكين كيبكيو هما تما، وحنا نبكيو معاهم هنايا. كنشكروا جلالة الملك بهذه المناسبة على هذه المبادرة الطيبة اللي عملوها، ولا ديك اللي حيت كما كتعرفوا راه الشركات كانوا طلعوا واحد الثمن اللي خيالي. يعني خاصك باش تجي من اوروبا للمغرب خاصك واحد المليون ولا 8000 درهم ولا 9000 درهم، راه الحمد لله دخل الملك الله ينصرو وهبط الثمن لواحد 120 اورو، يعني اللي هي 24000 ريال. زعما كلشي فرح وكلشي دعا معاه. كنشكروا بزاف، الله يطول في عمره ويخلي له وليداته، الله ينصره، الله يحفظ الاسره العلويه كامله. وكما كتشوفوا راه وليداتنا عاوتاني مريم ومروه، هما فرحانين بعزيزهم وجدو معاهم اللي تلقاهم وشافوهم. معكم الاخت ديالي نجا تعاود اللي ساكنه في كازا، جات عندنا هي وليداتها عاوتاني ان شاء الله، عاود باش تحضر العرس ديال بنت اختي فاطمه ديال وجدان، راه قريب ان شاء الله، باقي لواحد الاسبوع
ان شاء الله. ان شاء الله. ومعنا حتى الاخت ديالي فاطمه عاوتاني جات من البلاد معنا عاوتاني باش كنوجد البنت كتكسل البنت كتشري لها حويجات وهذا. نتوما عارفين الانسان ملي كيكون غايزوج وليداتو ضروري انه هذا كيعمل الشوار ديال البنت. ودابا خلينا فاطمه بنتي. السلام عليكم اخوتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين؟ وهذا ما كتشوفوا انا جمعت هاد السيمانه كلها جوزنا هذه الكعبه ودري ما كاين لا عا الكعبه ودري نسيت هذه لقط هذه جيب هذه. ايوا عاوجي اخويا مراتي وعرفتي على خال عاد ضربت لنا انا كنتفرجي راه في البطايه وهي بنت هذاي مشكله واش ما كانت تضرب ما حاجه بينت لي هي في الباب الضرب بالله تخلع انا كيفاش انا صحتي لي فونايا مطلعه بقيت نقول ما نصدقش راسي انا هي في الباب ولا الله يسرع ولا بلا مش طراجي بنت عليك يا صاحبي ما فهمتي والو. المهم بواحد المناسبه المشاهدين اللي ما كيعرفش القناه ديال اختي نجات، نجات الازرق تكتبوها بالعربيه ولا بالفرنسي كما كتبتوها غطى عليكم في يوتيوب عندها قناه دخلوا دعموها حتى هي. السلام عليكم المتتبعين ديال اختي ويصال ديال خي عالي كديري لاباس عليكم كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا هذا الليل هذه كبيره وهذا النهار هذا كبير من جا عندنا الاخ ديالي واختي ويصال وفرحنا بهم والبنات ديالو مريم توحشتها بزاف ومروه الله يحفظهم ليه يا ربي ويصلحهم ليه. والنهار كبير هذا والفرحه والنشاط وزعما ما كاين ما احسن من اللمه والله العظيم ما احسن من اللمه. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم ليهم وكيستحقوا الدعم كيستحقوا منكم ليكم منظر الزوينه وشكرا لكم بزاف هادشي اللي قدرت. المهم الحباب غنتقلوا معكم دابا نسيتوني انا الله كنسيتونا حنا يلاه سيري وضعنا انا الحبيبه ديالي انا نقول انا انت نقول لك يبدا الدرداب. السلام عليكم المشاهدين كيف نتوما لاباس عليكم بخير مزيان؟ كما كتشوفوا دابا حنا جينا عند عزيزه وجدو وخالتو خالتو فاطمه وعمتو المهم بحال 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 خالتو يقول له خالتو وخالتو نجات. المهم كما كتشوفوا معانا وحنا فرحانين بزاف في هاد الليله هادي حتى توحشناهم بزاف وتوحشناكم حتى نتوما الله يحييكم. الزينه ديالي. السلام عليكم المشاهدين ديالنا الاوفياء لاباس عليكم بخير مزيانين؟ رجعنا لكم بواحد الفيديو جديد مع عزيزه وجدو مع العائله ديالنا كاملين بينا مجموعين هنا. توحشت الاسره ديالي كامله توحشت بزاف خصوصا عزيزه وجدو وعمتي المهم عمتي كلشي 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 صراحه انا ماشي البرزيات كاملين كوثر بخوله بكلشي بكلشي كاملين. ولكن اللي بعادين عليك توحشتهم كثر عمتك فاطمه كتشوفها بزاف ياك بزاف ولكن حنا كثر منا لا طبعا اللي بعيد وما كتشوفوش بزاف كتوحشوه بزاف. عمتك فاطمه ديما كنمشي عند عبد الدار. المهم الحباب غنتقلوا معكم دابا غتشوف واحد الارض اللي كبيره ديال الوالده في كاينه في البلاد ولا كتبيعها بواحد الثمن اللي بسيط بزاف مناسب. قولوا لي علاش علي ولا علاش الحاجه كتبيع الارض ديالك في البلاد؟ الارض الوالده عندها تبارك الله الاراضي لا تعد ولا تحصى، الاراضي موجوده وديك الارض حنا يعني مستغنيين عليها. يعني ما بقيناش كنمشيو في اللحوف فيها ما بقيناش يعني غنذكر لكم الثمن ديالها غنذكر لكم لي ديتاي ديالها كامل وغتشوفوها في كاينه واحسن بلاصه واللي بغاها يدخل عليا في الواتساب نمره التليفون عنخليها لكم هنا على الشاشه وشكرا لكم ومرحبا باي واحد اللي بغى الارض يتواصل معايا الثمن غنحد لكم واحد الثمن يعني الثمن النهائي ديالها. تشوفوا كل شيء معنا دابا ونخليكم يلا. السلام عليكم. هاد البلاصه اللي كتشوفوا هنايا هذه الوالده عندها على ما يزيد من 2000 اكثر من 2000 متر هنا في هاد البلاصه هذه فهنا في هاد الدوار في هاد الوسط هذا في هاد الطبيعه في هاد الخضره اللي كتشوفوا الدوار هنا هادو كاملين سكان هنايا. هاد البلاصة هنا كتبعد علينا حنا بثلاثة الكيلومتر فين ساكن انا، حنا ساكنين هنا الفوق هنا الفوق فوق هاد العقبة طريق قدرون هو هذا. إلا جينا من هنا مشينا من هاد الاتجاه هذا كنمشيو للداخلية وإلا رجعنا من هنا الفوق كنمشيو للشمال. هادي الطريقة هي دابا بحال هاد السيد هذا داخل تما ساكن داك الدوار، الطريق البيستا هي هادي كتهود من هنايا وكتقطع هاد الواد هذا
وكتدخل تما هذا راه دوار كبير ها هو اللي لاحظتو. انا نزوم لكم واحد شويه نقرب لكم شويه باش تشوفوا هنا الناس ساكنين الدوار وين ما عندنا شي بالضبط معبوره. اللي باغي الارض هنايا يعمل فيها اي حاجه يعمل مثلا شي فريمه ديالو سكنه ديالو باغي الطبيعه باغي يسكن هنا في البلاد مرحبا به على الراس والعين يتواصل معايا. الارض 30 مليون. اخليكم نمره الواتساب ديالي على الشاشه. دابا غنعملوا معكم واحد الجوله غندخلوا معكم لتما نزيد نقربكم اكثر. هالطريق هذه ملي كتكون الشتاء بزاف ففي الشتوى هذا الواد هذه كتقطع الطريق من هنا ما كتبقاش خدامه. دابا راك صوبوا قدرون احنا غندوزوا دابا مع القدرون الجديد اللي صوبوا يعني احنا غير جينا من هنا دوره باش كنبين لكم البلاصه يعني واضحه. حنا دابا غنمشيو من هنا وغنطلعوا مع الطرق الجديده اللي صوبوا لهاد الدوار يعني قودرون خدام مزيان الشتوى وصيف وطرق مخيره. هذه الطرق القديمه. دابا هاد الارض هادي هنايا حنا بعيده علينا على الضرب واحد 3 الكيلومتر كما ذكرت لكم. كنا كنحرتوها ولكن دابا كنكريوها دابا ما بقيناش كنجيو نحرتوها حيت ما كنكريوها صافي كنحرتو الارض. تبارك الله عنا الارض موجوده الارض الخير موجود عنا هذه كان جات بعيده على الدار كنحرتو حنايا على الاراضي اللي قريبه علينا مع الديار ديالنا وهذه كنكريوها بعيده واحد شويه كنكريو هادشي اللي كاين. ارض الخير موجود تبارك الله. السلام عليكم الله يحفظك. المهم دابا اللي بغى الارض تواصل معايا نمره ديال الواتساب هي هذه كيف ذكرت لكم او اللي كانت مكتبل والله يجيب له التيسير يعني احسن بلاصه بالنسبه للطبيعه ولا للسكنه ولا للهدوء ولا كل شيء. راكم عارفين البلاد ديالنا كيفاش دايره ارض فلاحيه فلاح اللي بغيتي هنا كما كتشوفوا هنايا. معناتها نقفوا هنا باش نبين لكم واحد القطعه فيه كاينه. المهم هذه هي اللي كتشوفوا هذه كامله فيها الكيف هذه الارض ارض الناس هنا واحد الارض ديالنا هي هاد اللي كتشوفوها اللي بقى بلا هذه اللي ما محروساش هي كانت فيها القمح كان فيها القمح الزرع ها هي هي اللي كتشوفوا ها هي خاويه ها تما دابا قدا هبطه وطلعه هذيك كبيره هذيك حداها واحد الكيف تما هذيك اللي خاويه هي ديالنا كان دارها واحد السيد كريناها له دارها بالقمح ودابا راها خاويه. وحدها هي الفقعة وثاني خاويه ها هي كان فيها الزرع راها محصوده كتفرق بيناتهم هاد القطعه اللي فيها الكيف اللي كتشوفوا في الوسط هذوك اللي خاويين هذوك على حسابنا. دابا غنزيدو معاكم نوريكم واحد القطعه اخرى عاوتاني اللي كبير عليها عاود هنايا راه قريبه السلام عليكم. ها هو القدرون اللي هضرنا لكم عليه قبيله هو طلع في هذه العقبه الفوق هذاك قدرون كيخرج من هنا ديريكت الطريق كيخرج لتما الله يعاون الفلاحه كيسقيو. كيف كانت تكون اقل كيف مرات راسك العظيم كيف شحال هذه كذا هنا في حال الشجر دابا بحال دابا والو كيف هي 50 سم شامات اللي ماها الحوت بقى شي قابره واحد الارض هنايا الثانية اخرى عاوتاني فيها شي 1000 المترو ها هي هنايا نزوم لكم واحد شويه ها هي هنايا حدا هاد القصاب هادو حدا ديك الدار اللي كتبان لكم هنا تما عاوتاني واحد 1000 المترو وكاينه وحده عاوتاني هنايا في الاتجاه هذا على الشمال واحد البقره هنا كدرعى راه كاينه لهم ديك اللوطه عاوتاني راه عاود كاين هادشي ناس تما فيها شي 1000 المترو وحده كما ذكرنا لكم كاينه هنايا في هاد اللوطه هادي هذه الارض اللي كاينه هنايا وهذه اللي كاينه هنايا فينا راه فيها البير البير فيه الماء ناطي كل شيء اللي باغي يسكن عندنا هنايا مرحبا به. هذه مسموله هذه كنوض فيها العافيه شي الايامات كنوض فيها العافيه وتشقت كامله هذا هو يقدر. هذه دابا الطريقه اللي كتشوفوا هنايا
دابا غيصاوبوا للزفت راه مريقلة. الدوار انا شوف هنا على طبيعة ما شاء الله، والبلاصة راكم كتشوفوا كل شيء. الجو الشتاء الله يرحم العقبة عندهم صاوب. السلام عليكم. الله عون يا ودي يا محمد، دائما يصاوب الفوسي. ها البلاصة عاود كتبان لكم من هنا عاود شكل عاوتاني. ها الدور هو هذا، ها الأرض اللي كاينة هنا في هذا الوسط هذايا. هاد الأرض هادي 30 مليون، اللي بغاها مرحبا به. اوكي اللي بان الله عاون. واش السيد صاحبي كيرعى البقر وانت تقول له واش كاين اللبان؟ امشي معاه حتى يعطيني اللبان. وقف هنا بالله كيشفقوا القفر. شوفوا ها كيفاش كتبان من هنا عاوتاني. نزومو لكم واحد شويه. هانتوما البلاصة هذه اللي كنا فيها هنا لتحت باش طلعنا لهنا هي هذه فاش كنا لتحت، هنا كاينة الأرض. هانتوما دابا حنا الفوق في دوار بشبوش. الاتجاه هذا اللي كتشوفوا من هذا من الواد ليهم هذه بنزر ولا قلم تاونات، وإلا طلعنا لهنا الفوق هذه محسومة على بني أحمد يقلم شفشاون، هذه بني أحمد يقلم شفشاون. وإلا رجعنا لهنا الاتجاه ليهم الواد ليهم هذه البلاصة اللي كتشوفوا هذه محسومة على تاونات ماشي على الشاون، هذه بنزروان يقلم تاونات، وهذه يعني نحن كنتفرقوا على القنطرة بالواد هنا بني أحمد اللي كتشوفوا هنا احنا ساكنين هنا. شوف المهم انا ذكرت لكم باللي الارض غيكون فيها اكثر من 2000 متر، يعني احنا ما عبرناش الارض ما عارفينش بالضبط واش 3000 فيها ولا 4000 متر، تقدر تكون 3000 تقدر تكون 4000، يعني انا اللي عارف باللي الارض فيها اكثر من 2000 متر فهمتي، يعني فوق كتفوق 2000 متر، يعني يقدر يكون فيها 3000 متر يقدر يكون فيها 4000 يقدر يكون فيها اكثر، يعني الارض كبيره. احنا ساكنين هنا ها هو الريزون اللي كاين حدا الدار، انا نزومي لكم باش تعرفوا انا فين ساكنين حنا. شفتوا واحد الشبكه هنا كتبان لكم واحد الشبكه اللي عاليه، لا شفتوا واحد الدار بيضاء تحت الشبكه هذيك هي الدار ديالي، وهاد الديار هادو اللي كبارين اللي كتشوفوهم هنا هذوك ديال الاخوان ديالي ها هما اللي كتشوفوا. انا نزومي لكم مزيان هادو هادو اللي كتشوفوا هادو الاخوان ديالي، يعني ساكنين على القدرون، هذاك القدرون هابط من تما يعني قريب للقدرون لهنا. ندوزو ندوزو شفتوا الشبكه هي هاد الدار ديالي اللي عندها واحد اللي مصبوغه كامله في البياض تحت الريزو على الشمال، تحت الشبكه على الشمال عند السور كامل بياض اللي كتشوفوها دار محمد راه عاود تحت الدار ديالي اللي كتبان عاود مع الزيتون. الاخوان ديالي راه شحال هادي كانوا بناو تما عاوتاني، انا دابا بنيت تما ما عرفتش بالضبط واش يمكن في 2007 انا بنيت تما الدار، وهما كانوا بناو بكري قبل مني بزاف، وكانوا ساكنين تما يمكن بناو في 2000 هما وكانوا ساكنين تما، وارانا ملي صافي وكبروا لهم الدراري صافي بقاو كيقراو وليدات صافي طلعوا للمدينه داروا عاود ديار تما ديالهم عاوتاني، دخلوا ولادهم تما للمدرسه مع هنا المدرسه ما كانوا باقي ما صابوش عندنا هنا مدرسه في الدوار قريبه، كاين مدرسه باش تقرر الوليدات خصك تطلعهم حتى للفيلاج للسوق، دابا راه عندنا مدرسه قريبه. داك الوقت هذاك صافي سمحوا في الديار هنايا وطلعوا، دابا ساكنين في المدينه الديار خاويه تما ساكنين فيهم هاد الطيور، تما ساكن احمد ولد الاخ ديالي عنده واحد السكنه ديالو عاود تما هو اللي باقي، اما الاخرين كاملين خاويين تما عندهم شي 400 متر ولا اكثر اللي مبنيه. فين كاين الارض الوالده راه كاين كلشي موجود تما، الحوانت ديال المواد الغذائيه كلشي كلشي، يعني اي حاجه قلبت عليها تلقاها تما، الخضره كلشي موجود تما، الدوار عاود عامر، يعني الدوار عاود عامر فيه كلشي تما كلشي. السوق قريب الفيلاج راه اي واحد هنا الدواوير ديالنا كاملين هنا كتسوقوا الفيلاج ديال
اثنين وثلاثة السبت، يعني اي وقت بغيتي تسوق تجيب شي صخرة من السوق كتمشي للسوق. يعني كاين السوق ديال اثنين دبوبعان، اثنين دبوبعان اللي في اقليم تاونا ترى بعيد هنا على هنا يعني 4 الكيلومتر ولا 5. كيكون سوق اسبوعي عامر بزاف. وكاين عاود السوق اللي كنسوقو حنايا بني احمد عاود الفيلاج ثلاثة، عاود كيكون نهار ثلاثة عاود بعيد واحد ل 4 ولا 5 الكيلومتر، يعني قرابين بزاف. بالنسبه للترونسبور كاين اللي كيمشي في ترونسبور 5 دراهم، واللي عنده الطوموبيل ديالو عاوتاني كيستعمل السياره ديالو. الحمد لله كلشي موجود، كلشي موجود هنا راه دابا تقريبا بحال المدينه رجعت، كلشي متوفر. لما هنا شحال الفلوس؟ شحال هذيك الفلوس موجوده دابا؟ راه كلشي كيعاني هنا الصراحه. هي هادي دابا وصلنا للكودرون، احنا فوق القنطرة ندخل للكودرون. قنطرة بحي هذا شكون كيف يفوت عنها القنطرة؟ كودرون هو هادي، حنا خرجنا للكودرون دابا زدنا ديريكت مشينا النيشان غنمشيو للتاونات الداخلية، يعني فاس يعني اي بلاصه بغيت تمشي ليها. والا قلبنا الدوره من هنا ورجعنا بحال اللي ماشيين دابا للدار اللي كدير الشاوان تطوان البرات حسيمه ناظور، يعني اي بلاصه كلك تمشي منها الطريق الرئيسيه هنايا خدام الكار عاوتاني جوج كيران اللي كيطلعوا في النهار من هنايا، واحد كيوصل كيجي من فاس كيمشي حتى للشاوان، واحد كيجي من فاس حدو هنايا الفيلاج عندنا بني احمد وكيرجعوا عاود خدامين، يعني الطريق خدام. وكانت الجولة ديالنا هي هادي معكم، تبارك الله عليكم. بالنسبة للي بغى الأرض هانتوما شفتوا البلاصة فين كاينة والثمن، أنا نذكرت لكم الأرض 30 مليون، يعني ما عرفناش احنا بالضبط واش فيها 3000 متر ولا 4000 ولا 5000. النمرة هي هادي اللي كتشوفوها على الشاشة. عجبكم هاد الفيديو، عجبكم هاد الجولة، خليونا واحد اللايك. السلام عليكم.